بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم قناة يلا زراعة للزراعة المنزلية. سنتحدث في حلقة اليوم عن موضوع من أهم المواضيع بالنسبة لهواة ومحبي الزراعة المنزلية، وهو كيفية تغذية النبات بشكل صحيح، وما هي أنواع الأسمدة المستخدمة والفائدة التي تعود للنبات من كل منها. وذلك لأن أكثر الأسئلة التي توجه إلينا تكون إما عن موضوع الري أو التسميد أو الآفات المرضية. وقد تحدثنا في أول حلقة في هذه القناة عن موضوع الري باستفاضة، كما تحدثنا عن كيفية التعرف على أعراض الإصابات الحشرية والفطرية، وكذلك أعراض نقص العناصر على النباتات في حلقات سابقة بصورة مفصلة بالصور التوضيحية. وسيتم وضع روابط هذه الحلقات في صندوق الوصف وفي التعليقات للرجوع إليها. أما موضوع التسميد فقد تحدثنا عنه في أكثر من 40 حلقة تم جمعهم في قائمة تشغيل تحمل اسم التسميد، وسنقوم بجمع هذه المعلومات كاملة في حلقة واحدة مع عرض أهم الأسئلة التي تطرح علينا. وحتى لا نطيل وقت الحلقة سيتم تجزئتها إلى جزئين، وسنقوم بوضع رابط قائمة التشغيل الخاصة بالتسميد أيضا في صندوق الوصف وفي التعليقات. يحتاج النبات أثناء مراحل نموه المختلفة إلى 16 عنصر غذائي للقيام بعملياته الحيوية المختلفة، منها 3 عناصر يحصل عليها النبات من الماء والهواء، وهي الكربون والهيدروجين والأكسجين. أما باقي العناصر فيحصل عليها النبات عن طريق الجذور من مكونات التربة أو عن طريق المجموع الخضري عند التسميد الورقي. ويمكن تقسيم العناصر الغذائية التي يحتاجها النبات أساسا إلى 3 مجاميع حسب الكميات التي يحتاجها النبات منها كما يلي: العناصر الكبرى وهي النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم الذي تمت إضافته مؤخرا إلى العناصر الكبرى أو العناصر الرئيسية، حيث يحتاج النبات منها إلى كميات كبيرة نسبيا، وتضاف عادة للنبات في صورة أسمدة معدنية تضاف مع ماء الري أو رشا على الأوراق. 2 العناصر الثانوية وهي الكالسيوم والكبريت، ويحتاج منها النبات إلى كميات أقل بكثير عن احتياجه إلى العناصر الكبرى. 3 العناصر الصغرى أو النادرة وهي البورون والمنغنيز والزنك والحديد والنحاس والمولبيدنيوم والكلور، ويحتاج النبات إليها إلى في كميات قليلة جدا، وتختلف درجة احتياج النبات لهذه العناصر الصغرى من مرحلة إلى أخرى ومن جزء إلى آخر من أجزاء النبات، حيث يحتاج إلى الفوسفور بدرجة كبيرة لنمو الجذور وفي مرحلة التزهير، ويحتاج إلى النيتروجين للنمو الخضري خلال جميع مراحل حياة النبات، كما يحتاج عنصر البوتاسيوم للإثمار وزيادة حجم الثمار والأزهار وفي نباتات الزينة المزهرة وزيادة سمك الساق والأفرع وهكذا. ويحصل النبات على هذه العناصر من الأسمدة، سواء في صورة أسمدة كيميائية أو عضوية أو حيوية. أولا الأسمدة الكيميائية، ويتوجد على صورة تركيبات مختلفة تحتوي على جميع أو بعض العناصر الضرورية في صورة معدنية قابلة للذوبان في الماء، يتم إضافتها أما مع ماء الري أو بالرش الورقي على المجموع الخضري لكي تساعد النبات على النمو في أفضل الظروف ليعطي بالتالي إنتاج أفضل. لابد من توفير هذه العناصر بكمياتها المناسبة خلال مختلف مراحل النمو لمساعدة النبات على النمو الخضري والزهري والثمري عن طريق إضافة السماد المركب الـNPK المتعادل بصفة دورية
وإضافة الأسمدة الأحادية التي توفر بعض العناصر التي يحتاجها النبات في مراحل معينة. ويجب أن نذكر هنا أنه عند القيام بشراء السماد الـ NPK يجب التأكد من أنه مضاف إليه العناصر الصغرى، حيث يكون مكتوب عليه مثلا 20-20-20 زائد TE أو بلس TE أو Trace Elements، هذا يكون مخلوط معه نسبة محسوبة من العناصر الصغرى. ويتأثر نمو النبات نتيجة لغياب أو نقص عنصر أو أكثر من هذه العناصر الغذائية الضرورية لنموه، مما قد يؤدي إلى ظهور أعراض تلف على الأوراق، ومن الصعب معالجة كثير من الحالات وتحديد سبب هذا التلف بواسطة هواة الزراعة المنزلية، حيث أنه في معظم حالات النقص لا تظهر أعراض واضحة ومميزة، كما أن كثيرا من هذه الأعراض الناتجة عن نقص العناصر سواء الصغرى أو الكبرى تتشابه في مظهرها مع أعراض بعض الأمراض الفطرية أو الفيروسية. لذلك ننصح المبتدئين من هواة الزراعة المنزلية باستشارة المختصين عند ظهور أي أعراض غريبة على الأوراق، فبإرسال صور واضحة لهذه الأعراض وطلب المشورة والنصح منهم. ثانيا، الأسمدة العضوية. يطلق اسم السماد العضوي على الأسمدة التي تأتي من مصدر طبيعي دون اللجوء إلى الإضافات الصناعية مثل المخلفات الحيوانية والنباتية المتحللة بشكل كامل أو المخلفات الدودية والطحالب البحرية. يمكن أن تستخدم في صورتها الطبيعية عند تجهيز خلطة التربة المضافة إلى بالأسس أو عند الزراعة في الأرض بإضافتها إلى التربة، كما يمكن استخدامها في صورة سائلة وذلك بتخمير السماد العضوي وتحضير شاي الكومبوست منه، وهذا ما ننصح به دائما في حالة الزراعة في الأسس. وسيتم وضع رابط للحلقة الخاصة بتجهيز واستخدام شاي الكومبوست في صندوق الوصف والتعليقات. كما يمكن استخلاص حمض الهيوميك من الأسمدة العضوية، ومن الممكن أن تغني عن استخدام الأسمدة الكيماوية عند استخدامها بصورة صحيحة. ثالثا، الأسمدة الحيوية، وهي عبارة عن مستحضرات تحتوي على كائنات حية دقيقة نافعة تعمل على إمداد النبات بالعناصر الغذائية من مصادر طبيعية وتحويل هذه العناصر الغذائية الموجودة بالفعل في التربة إلى صور ميسرة للامتصاص بواسطة النبات، كما يقلل استخدام الأسمدة الحيوية من الاعتماد على استخدام الأسمدة الكيماوية. وهذه الكائنات الدقيقة لها القدرة على تثبيت النيتروجين وتيسير الفوسفور الممسوك بالتربة وزيادة حركة البوتاسيوم والكالسيوم في التربة بصفة مستمرة، مما يجعلها قادرة على توفير بعض أو كل العناصر الغذائية اللازمة للنبات، إضافة إلى أن لها القدرة على مساعدة النبات على امتصاص العناصر الغذائية المحررة من التربة. وتعتبر الأسمدة العضوية والحيوية عند استخدامها بشكل صحيح مصادر غذائية جيدة للنبات ورخيصة الثمن، ولكنها تغني عن استخدام الأسمدة المعدنية الكيميائية والتي لها ضرر كبير على الإنسان، وكذلك ضرر في تلوث البيئة سواء التربة أو المياه الجوفية عند الإسراف في استخدامها. سنتحدث الآن عن التسميد الورقي، وهو إضافة العناصر الغذائية رشا على الأوراق بدلا من إضافتها مع ماء الري في حالات معينة، حيث يضاف
السماد الورقي لكي يساعد على تجاوز العوامل المؤثرة على امتصاص العناصر المغذية الموجودة في التربة، مثلا تأثير ارتفاع البي اتش في التربة الذي يؤدي إلى مسك العناصر عندما تكون التربة قلوية أو كلسية، فهو يؤثر على امتصاص الفسفور والعناصر الصغرى وعناصر أخرى، أو قلة امتصاص النبات للماء وبالتالي للغذاء في فترات البرد وأيام الغيم الثقيل أو عند وجود مشاكل في المجموع الجذري. ولتصحيح وعلاج أعراض النقص في العناصر الغذائية أو اضطرابات التغذية كما تسمى بشكل أسرع، يتم اللجوء إلى طريقة التسميد الورقي خصوصا بالنسبة للنباتات ذات الدورة العمرية المحدودة أو القصيرة. وأنا شخصيا أحب أن أوصفها بأنها مثل تركيب المحلول المغذي للإنسان في الوريد بدلا من إعطائه الدواء عن طريق الفم. وطريقة التسميد الورقي لها العديد من المميزات ولها بعض المحاذير، فهي تزيد من سرعة إمداد النبات بحاجته من العناصر الغذائية المختلفة داخل وفي مراحل عمره المختلفة، مثل مرحلة التزهير والعقد مثلا يتم رش حمض الجبريليك بالنسبة لأشجار الحمضيات، أو رش مركب الكالسيوم بورون عند التزهير لتثبيت الأزهار والمساعدة على عملية العقد وخلافه. كما يفيد أيضا في إمداد النبات بالعناصر المغذية خاصة عندما يتعلق الأمر بالعناصر بطيئة الحركة في التربة أو بداخل النبات والتي تتطلب وقتا كبيرا للوصول إلى المكان المطلوب وصولها إليه في النبات، مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والعناصر الصغرى. كما يكون التسميد الورقي أكثر فاعلية واقتصادية أكثر من التسميد الأرضي بالنسبة للعناصر الصغرى وخصوصا في التربة القلوية الجيرية أو التربة الرملية التي يتم فقد العناصر منها بسهولة مع ماء الصرف. ويجب مراعاة بعض النقاط عند اتباع طريقة التسميد الورقي مع نباتاتنا، مثلا يجب أن يكون الرش في الصباح الباكر وقبل اشتداد الشمس، لأنه في هذا الوقت تكون ثغور الأوراق مفتوحة بشكل كامل وجاهزة لاستقبال السماد، وأن لا نقوم برش النبات بالسماد الورقي عندما تكون التربة جافة جدا أو رطبة جدا. كما يجب أن يتم الرش حسب الحاجة فقط، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الطريقة لا تغني عن التسميد مع مياه الري. كما يفضل إضافة المواد اللاصقة والناشرة مع الأسمدة المضافة بطريقة التسميد الورقي لزيادة ثبات السماد على الأوراق وزيادة امتصاصه. أثناء الرش يجب التركيز على السطح السفلي للأوراق لأنه الأكثر امتصاصا للعناصر، وذلك لكثرة وجود الثغور فيه. ويفضل أن يكون الرش رذاذي ضبابي ناعم، وأن يكون أثناء عدم وجود الرياح القوية. تجنب خلط المواد غير المتوافقة مع بعضها مثل الكالسيوم والفسفور وخلافه، وتجنب رش مركبات نحاسية في مرحلة الإزهار لأنها تتسبب في تساقط الأزهار بشكل كبير. ويجب أن يكون الماء المستخدم خالي من الكلور. ولتجنب حروق الأوراق يجب استخدام محاليل مخففة ذات تركيزات منخفضة، كما يجب أن تكون درجة الحرارة ما بين 18 إلى 30 درجة مئوية، وأن لا يتم رش النبات وقت سطوع الشمس.
كما يجب أن يكون pH المحلول المستخدم في الرش ما بين 5.5 إلى 6.5 درجة، ويجب أن تكون الرطوبة النسبية للتربة أعلى من 40%، وفي الهواء المحيط لا تقل عن 30 ولا تزيد عن 80%. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من حلقة اليوم، وسنكمل معا هذا الموضوع المهم في الجزء الثاني من الحلقة، وسيقدم غدا إن شاء الله. شكرا لكم وشكرا لمتابعتكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا الضغط على زر أعجبني لدعمنا على الاستمرار والعطاء والانتشار القناة على منصة اليوتيوب، ومع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح.